اهلا بكم مشاهدينا وفقره جديده من فقرات مع الدكتور. انا عايزه اقول لكم ان من اكتر الحاجات اللي ممكن تقلل ثقه حد بنفسه هي الابتسامه. وفي بنات كتيره جدا لما بيتواصلوا معانا وبيتكلموا معانا بيقولوا لنا انا ضحكتي دي هي اللي معقداني في حياتي، انا في كل الصور بحاول ان انا ابتسم بس ما باينش برضو اسناني، في الحقيقه لما باجي اضحك بخبي اسناني او بخبي ضحكتي بايدي عشان انا مش عايزه كومنت مش ظريف من حد او تعليق مش ظريف يضايقني اكتر ما انا متضايقه من شكل اسناني. وسواء بقى هما بيتكلموا مثلا على جابس فراغات ما بين الاسنان، بيتكلموا على التون بتاع اسنانهم او لون اسنانهم مصفر، لو في سنه فوق سنه، لو في عندهم اعوجاج، كل الفاكتورز دي بتاثر على نفسيه اي حد. عشان كده النهارده احنا مخصصين فقره كامله هنتكلم فيها على كل ما له علاقه بتجميل الاسنان مع ضيفتي العزيزه عليا جدا جدا واللي جايه لنا مخصوص من المملكه العربيه السعوديه علشان تنقل خبرتها وعلشان تحل معانا معظم مشاكل الاسنان اللي بتقابلكم. معنا ومعكم اليوم دكتور رنيم حداد، خبيرة تجميل الفم والأسنان، الزمالة الإيطالية في تجميل الأسنان، حاصلة على البورد الألماني لزراعة الأسنان، عضو الجمعية الألمانية لزراعة الأسنان وعضو الجمعية السعودية لجراحة الوجه والفكين. أهلا بيك يا دكتور رنيم ومنورانا ومنورة مصر كلها. اول حاجه يا دكتور، احنا اول لما نوهنا عن الفقره دي في كميه اسئله غير طبيعيه اتبعتت كلها بتتكلم على ايه الجديد في تجميل الاسنان، بس انا عايزه قبل ما نتكلم على التوبيك بتاع السيجمنت بتاعتنا النهارده نتكلم على هل لسه الستيريوتايب بتاع ان انا اروح مثلا للدنتست او لدكتور الاسنان لسه مرتبطه بالالم والانجكشنز والبين والمشاكل دي كلها ولا الدنيا اتغيرت؟ طبعا دلوقتي الدنيا اتغيرت بالنسبه للانجكشن، لان احنا بنحط حاجه اسمها توبيكال اناستيزيا، دي بتقلل شويه من الالم بتاع الابره. وفي انواع ابر كتيره جت زي ابره الانسولين. أوكي. عارفه ابره الانسولين اللي هي عامله زي الجان كده؟ آه. دي دلوقتي برضو تقنيه جديده نازله في الاسواق اللي هي بتقلل جدا من الم الابره. طبعا هو مش بقى بالمشاكل دي كلها بالوجع وكل هو كل الوجع اللي في العياده وجع الابره. لو قللنا وجع الابره خلاص ما عادش فيه رهبه طبيب الاسنان بتاع زمان، يعني ما بقتش الستيريوتايب دي موجوده. لا نقول كده. طيب من اهم الاسئله اللي الناس سالتها برضو ايه الفرق ما بين الاستاتيك دنتستري والكوزماتيك دنتستري؟ هم كل اللي يعرفوه عن المصطلحين ان الاولاني بتاع مشاكل الاسنان، تاني واحد ده بتاع تجميل الاسنان بس ما يعرفوش معلومات كتير عنها. كلمينا في البوينت دي يا دكتور. بص، الاستاتيك دنتستري اللي هو المقصود بيه ان احنا بنعالج خلل في الاسنان مع الحفاظ على وظيفه الاسنان. أوكي. سواء كانت الوظيفه اللي هي بتاعه المضغ او ان احنا بنحافظ على انسجه الاسنان. تمام. بمعنى ايه؟ يعني هجيب لك مثال واضح. مثلا سنه واحد طاح وسنته اتكسرت. تمام. عندنا طاح دي اللي هي وقع، صح؟ طاح وقع. اوكي ماشي. عندنا حلين، يا اما حل تجميلي بحت يا اما حل علاجي مع تجميلي. تمام. لو حل علاجي مع تجميلي اللي هو الاستاتيك دنتستري، ان احنا بناخد الجزء المكسور من السن وبنرجعه تاني سواء بنوع معين من انواع الحشو التجميلي. ده طبعا بيعتمد على حجم الجزء المكسور، سواء الجزء المكسور هنحتاج علاج عصب او ان انا مجرد برجعه تاني. تمام. اما بالنسبه للتجميلي فان انا خلاص بستغنى عن الجزء المكسور ده وببرد السن وبركب السن وبعمله تلبيس من جديد، بس برضه بحافظ على الفانكشن بتاع السنه، يعني بتقوم بمهام السنه الطبيعيه اللي ربنا خلقها. بس احنا بردنا كده السن، ما حافظناش على السن بنسبه 100%. تمام. لكن بالنسبه للاستاتيك دنتستري انا رجعت شكل السن وفي نفس الوقت ما نحتش من السن اي جزء، فضل زي ما هو. زي ما هو بالضبط. طب الناس اللي بتبقى جايه يا دكتور رنيم وبتقول لك انا اصلا مش عايزه اعالج المشكله، انا عايزه اروح على الكوزمتيك سايد على طول او التجميل على طول، بنهندل البيشنت في الحته دي ازاي؟ يعني مثلا هل بنقنعهم ان لا ممكن نعالجك بطريقه بستبس معينه ونرجع لك الفانكشن فولي فانكشنال للسنه الطبيعيه، ولا هتقولي له لا هنمشي في الجزء التجميلي وفي الجزء الكوزماتكس ومش هنهتم خالص ان احنا نمشي بالستبس الاولانيه؟ لا بصي، هو مش يعني احنا مش بنمشي على هوى المرضى. احنا بنمشي على الصح. اوكي. يعني مثلا هو لو مريض مش بيعمل اوردر يعني. يعني هو لو مريض بيحتاج للجانب التجميلي، مثلا لو ولتكن واحدة السنة الأمامية اتكسرت ومحتاجة علاج سريع، فطبعا ده سنة أمامية هيتأثر على نفسيتها. أوكي. تمام. لكن لو في الجزء الخلفي وهي عايزة تعمل شيء يضر من نفسها عشان بس مجرد تجميل، لا طبعا. لمجرد أن هي مثلا تيجي بصورة سيلبرتي أو حد من المشاهير، أنا عايزة الضحكة دي بالظبط. لا، من غير بقى السيمتري ومن غير ان هي تشوف ان ده هيليق على وشها ولا لا، هي عايزه زي دي بالظبط. لا، هو ممكن احققها ولا لا؟ لا، هو مش ممكن احققها، بس هي
بتحتاج خطوات هي بترفضها. يعني انا مثلا انا ممكن اعمل لها اي ديزاين هي عايزاه، بس بيحتاج مثلا نحت في السن الطبيعي، وهي مش محتاجه نحت في السن الانس انها بتكون سليمه، فطبعا احنا بنرفض الموضوع ده رفض قاطع يعني. اوكي فهماني؟ يعني هو دلوقتي احنا طبعا هنتكلم بعدين عن ان فيها تقنيات جديده من غير نحت، بس هي لو عايزه توصل لشكل معين احنا ما نقدرش نحققه الا بالنحت اسنان سليمه، لا ساعتها يبقى الاوبشن ده بالظبط. طب ده هيرجعنا بقى النقطه او ده التوبيك بتاع النهارده، وده اللي الناس مهووسه بيه بقى، اوبسيشن الهوليوود سمايل. الهوليوود سمايل هل ده مثلا هايلايت بيندرج تحتيه بنود كتيره جدا من ضمنها الفينيرز واللومينيرز، ولا الهوليوود سمايل دي هي زي السناب اون اللي بتتركب؟ لا، الهوليوود سمايل انك تغيري اسنانك شكلا ولونا، يعني أوكي. سواء كان بقى كراون، سواء كان فينير، سواء كان لومينير، سواء كان سناب اون سمايل، سواء كان حتى وايتنينج اللي هو بليتشنج. اوكي، يعني هوليوود سمايل انك تظبطي شكل الاسنان باللون الابيض بلمعه معينه. في بعض الاسنان اللي هي ما بتحتاجش نحت بنعمل لها حاجه اسمها لومينير، طبعا دي حاجه يعني مستحدثه. هو في الاصل حاجه اسمها لامينيت فينير، ما فيش حاجه اسمها لومينير. تمام، هو ده الاسم التجاري بتاعها. ايوه هي اللامينيت فينير، والفينير ده بيحتاج نحت. اوكي، لكن دلوقتي احنا استحدثنا حاجه جديده اسمها لومينير. بتبقى عباره عن قشور خزفيه، السمكه بتاعتها بتبقى اقل قليله كتير. تمام، بحيث ان احنا بنحطها على سطح الاسنان بتغير لون السنان من غير ما ننحت نحت جائر. بص، هو 90% من الحالات لازم ننحت، بس في نحت جائر. ايه بقى الجائر؟ وفي نحت متوسط اللي هو زي الفينير، وفي نحت خفيف مجرد انك بتعملي زي سكراتش او تخريش لسطح السن عشان اللومينير يلزق. طب اللي معانا دي يا دكتور الكيس دي مثلا، هل دي لومينيرز؟ انا يعني اول حاجه الوايتنينج اللون اختلف تماما. لا، دي سناب اون سمايل. دي سناب اون سمايل دي اللي بتتسمى المتحرك، دي من غير نحت ومن غير حاجه. بس من عيوبها انها بتبقى مصطنعه. مستنيها شكلها برضو يا دكتور ايه، بيرفكتلي سيمتريكال، يعني برضو لو حد بيبص على صوره او بيبص على حاجه ما يقولش ان دي مثلا فيك. لا، هي في الطبيعه فيك، وكمان في الطبيعه فيك. اوكي، وكمان ما تقدريش لا تاكلي بيها ولا تشربي بيها للمناسبات، مجرد انك التصوير. اوكي تمام، فهماني؟ مجرد بس هي لون، لكن كاداء وظيفي لا. اوكي، هي دي شكلها وهي كده بتركب. ايوه، دي السناب اون سمايل. يعني بناخد مقاسات في العياده وبتروح للمعمل وهو بيعمل لنا بيصممها. طب انت يا دكتور رنين بتقولي للبيشنت انت محتاج سناب اون سمايل، ما تعملش فينيرز ولا تعمل لومينيرز ولا اي تقنيه تانيه؟ لما يكون اسنانه سليمه 100% ومحتاج لون ابيض، لون بس للمناسبات. طب ما يعمل بليتشنج لاسنانه؟ البليتشنج برضو له اضراره. ايه بقى؟ زي ايه يعني البليتشنج؟ برضو باستمرار اللي بيعمل بليتشنج بيعمل زي كثره البليتشنج، يعني بتعمل تاكل لسطح المينا، فبتبقى سهله بعد كده للتصبغ. اللي هو باستمرار بقى يعني؟ هي لو مره واحده اوكي، مره كل قد ايه؟ يعني ممكن مره كل مناسبه مثلا، كل سنه كل سنتين اوكي. لكن في ناس بتيجي كل 3 شهور او كل 6 شهور، يعني حاجه زي كده. طب لو بيشنت جاي يقول لحضرتك مثلا على تون معين او على لون معين، وانت شايف ان لا ده ما يليقش عليك وهيبان ان هو مش طبيعي وان انت عامل حاجه في اسنانك؟ بص، احنا بننصح المريض وبعد كده في الاخر بنتوجه لرغبته، لان في الاول وفي الاخر ده تجميل. وما دام مش هيضر سطح الاسنان اكيد خلاص اللون ده برغبته، بس احنا طبعا بنفضل ان احنا نختار اللون اللي هو المناسب لبياض العين. اوكي، يعني لون بياض العين هو يبقى اللون اللي بنختاره لون الاسنان. بس في مرضى وخاصه او مراجعين، وخاصه اللي هم اللي بيشتغلوا في مجال الفاشون او كده، بيحتاجوا اللون الابيض علشان التصوير، عشان فدي بتبقى رغبه. اهم حاجه ما دام مش هتضر فخلاص. المشكله برضو في الجزئيه دي ان فيها شق نفسي، فما ينفعش ان انا ممكن اقنع البيشنت بحاجه معينه وهو في الاخر في فيجوال ثوت في دماغه وعايز يوصلها. انا هقنعه بالشيء الصح لي، يعني هو اختيار اللون ده دي اذواق. طبعا. يعني هو لو محتاج لون ابيض وانا مش شايفاه مناسب مش هقدر افرض عليه رايي، لكن لو هو محتاج مثلا لومينير وهو عايز يبرد اسنانه، لا انا اقدر افرض، لان كده انا بضر بسطح الاسنان. طيب قبل ما نتكلم على الكراونز ومشكله الكراونز، انا عايز اعرف الشيدز دي امتى بنختار لكل بيشنت شيد معين؟ يعني لو السكين تون بتاعته لايت جدا بختار له انهي شيد من دول يا دكتور؟ برضو انا قلت لك الاختيار مش على السكين، الاختيار على لون بياض العين. بياض العين. اوكي، ما هو فيش بياض عين مثلا هيبقى ده لا إيه في مثلا؟ لا في في هيبقى ده موجود في وبالذات اللي عندهم يعني امراض كتير زي الصفرة وكده، يعني في بعض الامراض بتسبب صفار العين. اوكي، او مش يعني بقول لك في اللون ده بس ده موجود بس ما بنستخدموش كتير. ايوه طيب، لا ممكن نستخدمه امتى؟ امتى اللون الغامق ده؟ لما يكون مثلا عايز يعمل عنده مثلا تسبخ في سن واحد. اوكي، بنختار لون الاسنان اللي جنبه، لان طبعا لون الاسنان الطبيعيه ما بتبقاش لواحد واثنين، بتبقى في الالوان اللي هي مصفره شويه. فدي في الغالب بنختارها لما يكون مثلا بيعمل ابتسامه جزئيه. اوكي، وخصوصا بقى لو سموكر او حاجه زي كده ومدخن هيبقى برده في A2 و A3.
صح؟ لا لا لا، مش على السموكر. مش هيوصل برضو لحاجه زي لا بالعكس، احنا المفروض في السموكرز بنختار اللون الافتح علشان بعد كده اوكي لما يجي يغمق، طبعا هو بيغمق بس احنا بنحاول نشيل التصبغات كل فتره، تمام، بس عشان لما يغمق برضو تفضل درجه بياض اللومينير فاتحه. في ناس كتيره بتسال على الكراون وتقول طب ايه بقى الفرق ما بين الكراون وما بين القشره التجميليه اللي انا ممكن احطها على السنه؟ طب ليه اعمل كراون لو الاوبشن التاني ده موجود اللي هو الفينيرز اللي قدام؟ الكراون لو السن ضعيف، يعني مثلا في سن معالج عصبيا لبيا، يعني السن محشي عصب او السن متكسر بطريقه كبيره، مش هقدر اعمل لومينير لان او فينير لان هو محتاج تدعيم. وازاي بدعمه؟ ان انا اغطيه بالكل من بره ومن جوه. او مريض رغبته ان او عنده تصبغات بيتصبغ بطريقه شديده، فبرضه ممكن نعمل له زي بنختار الحل الثاني اللي هو الفينير. اوكي. ليه؟ لان لما الاسنان بتكون متصبغه تصبغات عميقه واجي احط اللي هو اللومينير اللي هو الحاجه الطريقه المستحدثه، ممكن طبقه اللومينير لانها رقيقه جدا تشف لون السن اللي تحت. يعني احنا ما ينفعش مثلا نستخدم اللومينير دي مع حد في عنده جاب، في عنده فراغات ما بين اسنانه، لان لا لازم يكون في سن عشان احط عليها قشره تجميليه. لا لا، هو اللومينير ممكن يستخدم في الفراغات عادي، بيقفل الفراغات عادي، فهماني؟ لكن انا قصدي ان السنان لما بتكون متصبغه تصبغات شديده، لما بيجي احط اللومينير، اللومينير عشان هو رقيق جدا بيشف اللون اللي وراه. طيب المشكله اللي عندنا دي ايه يا دكتور في الكيس دي؟ دي كان عنده فقدان في السن الامامي، اللي هو السن الامامي ده اصلا حاجه اسمها الميريلاند بريدج فوق. أوكي. اللي هو قبل بيفور، يعني ما فيش سن اصلا سنترال اللي هو الامامي، تمام. فاحنا والسن طبعا زي ما انت شايفه السن الثاني فيه تسوسات زي التصبغات وهو هيفي سموكرز. اوكي. فعملنا له بريدج من ماده اسمها الزيركونيا. يعني ده كله بريدج متصل، كل ده بريدج. ايوه متصل. أوكي. لانه عنده اصلا فقدان. امتى نعمل بريدج؟ لما يكون في لص في اي سن من الاسنان، فبضطر ان انا اعمل حاجه اسمها تركيب او زراعه. تركيب او زراعه، ساعتها في الكيس دي انا بلجأ للزراعه. لا على حسب. لا في الكيس اللي احنا اتكلمنا عليها اللي هي ايه؟ اللي هي اللي قبل دي على طول، اللي هي عنده لا مشكله في اسنانه الفرونت. لا بص، هو عنده مشكله في كل اسنانه. أوكي. يعني انت الزراعه امتى؟ لما يكون مثلا فقدان في سن واحد والسنان أوكي. كلها سليمه. فانا مش هبوظ السنان عشان اعمل بريدج، لان طبعا البريدج بتضطري تنحت السن اللي قبل والسن اللي بعد. تمام. طيب نلجأ في الحاله دي للامبلانت. اوكي. لكن هنا السنان تقريبا كلها فيها مشاكل، يعني كلها تسوسات وكلها تصبغات، وتقريبا كل الاسنان دي فيها ار سي تي اللي هو معالجه لبيا، يعني الاعصاب كلها متشاله يعني. طب هنا دي يا دكتور في ناس بتقول ان اللي في النص دي ذا لندن سمايل، والجاب اللي في النص دي شكلها حلو جدا وجميل في اماكن كتيره وفي بلاد كتيره زي انجلند مثلا، بس معظم الناس هنا في المجتمع الشرقي بيشوفوا ان لا دي مش حاجه جماليه وانا مش عايز الجاب دي في الفرونت لاينز بتاعتي. ساعتها ممكن يعالج الكيس دي بايه؟ باللومينير. يعني بص، الكيس دي اصلا عباره عن الاربعه الانتيريور الاماميين لومينير والباقي بريدجات. أوكي. يعني دي ميكس ما بين الكراونز واللومينير. يعني انت لو هتدققي في الصوره اللي فوق هتلاقي ان فوق في بريدجات خلفيه في مسفره كده، والامامي سليم. فالامامي عشان سليم احنا بنحافظ عليه فبنعمل له اللومينير. اوكي. واللي تحت الخلف يا دكتور؟ لا اللي تحت كله لومينير. كل اللي تحت لومينيرز. طب والناس اللي بتخاف من تقنيه زي كده يا دكتور رنيم وتقول طب ما هي ترجع تاني، طب ما دي برضو حاجه شكلها يطلع فيك جدا، اكيد مش طبيعيه زي اسنان ربنا. الكونسبت ده دلوقتي الدارج ده برضو في دماغ اي حد دلوقتي بيتفرج علينا، هل ده صحيح ولا لا؟ يعني الاسنان دي اللومينير سواء اللومينير او الفينير بتفولي فانكشن 100% زي اسنان الطبيعيه ولا لا؟ لا طبعا مفيش حاجه زي اسنان ربنا. بس هي بصي زي الحاله دي مثلا، هي عندها فلجه في اسنانها، عندها بريدجات مختلفه عن الاسنان الاماميه. اوكي. فهي عايزه توحد لون اسنانها، فعشان نوحد لون اسنانها بنحاول نحافظ على الاسنان الاماميه ان احنا مش بننحت او نحت خفيف بسيط جدا. أوكي. نحط لها اللومينير واللي ورا بريدجات. فهماني؟ بس طبعا هو مفيش حاجه احسن من اسنان ربنا، بس دي حالات علاجيه، معظمها حالات علاجيه، توحيد لون اسنان، تصبغات في الاسنان. يعني ساعات بتجيلي العياده حالات جميله جدا، الاسنان رائعه، ما بقدرش يعني خساره ان انا احط فيها حتى من غير نحت، حتى لو هم جايين يطلبوا حاجه زي كده. سناب اون سمايل شكل فيك بس بتدينا البليتش كلر اللي هم عايزينه، وفي نفس الوقت حافظنا على شكل الاسنان. احنا هنتكلم على البليتشنج دلوقتي ومشاكل البليتشنج من البنات اللي باعتين اسئله كتيره جدا على موضوع تبييض الاسنان، بس انا عايزه اتكلم عن الكيس دي يا دكتور، عملنا معاها ايه؟
بصي، هو التو سنترال الاماميين دول عباره عن كراونز، يعني اللي تحت دول كراونز اوكي، واللي فوق كراونز، والباقي كله لومينير. وعملنا برضو عملنا توريد للثه. تمام. يعني لو عشان هو لسه عنده برضو غامقه. ايوه هي. تمام. ايوه اللي عملنا توريد للثه، والجزء السفلي ده عباره عن لومينير، والعلوي التو انتيريور اللي هو التو سنترال بقى كراونز، والباقي كله لومينير. ده بعد فتره قد ايه وصلنا النتيجه اللي فوق دي يا دكتور؟ يعني بعد مثلا شهر شهرين؟ لا، في حالات بعد اسبوع 10 ايام، وفي حالات لما بنحتاج بقى علاج اعصاب، علاج التهابات لثه. اوكي. دي اللي بتطول معانا، دي اللي بتاخد وقت معانا شويه. طيب الكيس دي يا دكتور، دي برضو عباره عن ده الكراون اهو، يعني هو احنا الكراون ده، هي كانت جايه كده الكراون بتاعها عامل كده. تمام. احنا بردنا الكراون وعملنا لها بقيه الاسنان لومينير. طب بالنسبه بقى للومينير ودرجه اللومينير الجميله اللي كل الناس عايزاها دي يا دكتور، في نوع من انواع الهوس بتبييض الاسنان. انا عايزه زي ما نتكلم على مميزات تبييض الاسنان، نتكلم على عيوبها ونعرضها بشكل كامل قدام الناس وهم يختاروا. درجات تبييض الاسنان بتعتمد على الستاندردز على ايه بالظبط؟ تبييض الاسنان ولا اللومينير؟ لا، تبييض الاسنان. انا عايزه اوصل لدرجه اللون اللي انا بشوفها في اللومينير. لا، هي ما ينفعش تبييض الاسنان، مهما تبيضي اسنانك مش هتوصل للدرجه دي. اوكي. لان طبعا انت بتشيلي تصبغات في الاسنان وبتدي درجه بليتش، مش هتوصل للدرجه دي. مش هتوصل للدرجه دي. بس ايه الدرجات مثلا اللي قدامي المتاحه اللي البيشنت ممكن يقول لا انا عايز دي او عايز دي او عايز دي، بناء على ايه؟ على اللومينير بقى. هو لو عايز يحدد لون درجه معينه بعيده جدا عن درجه اسنانه، ده مش هينفع طبيعي. لا، ما ينفعش تبييض. اوكي. ما ينفعش. التبييض بيفتح 3 4 5 درجات بكتير. لكن يوصل من كده، من اللي هو من اللون من الغامق قوي للون الفاتح ده، لا، التبييض ما يوصلش للمرحله دي. طب انا عايز على كمان التبييض بعد فتره قليله جدا بترجع الاسنان تاني. بعد فتره قد ايه بقى؟ على حسب العادات الغذائيه وعلى حسب نوع التبييض. يعني في بعض الناس مثلا زي الهيفي سموكرز ممكن بعد شهر، اقل من شهر. اوكي. وفي ناس بقى اللي هي محافظه شويه، شهرين 3 شهور. ده التبييض سنه بالكتير بيبقى افتح شويه من اسنانه، بس مش بنفس الدرجه اللي هي الاولانيه خالص الانيشال. طيب احنا قبل ما نتكلم على الحشوات، وفي ناس كتيره جدا سالت على الموضوع ده، بس انا عايزه اتكلم على الترندز اللي احنا بنعملها برضو في موضوع تبييض الاسنان ده. دلوقتي نشوف مثلا جهاز طالع له اسنان، شفنا بوست على فيسبوك حاجه ركبها كده شويه بتطلع ضوء وهتبيض سنانك، في الم معين همشي على سنه سنه وده هيبيض لك سنانك. الحاجات اللي احنا ممكن نستخدمها في البيت ونخترع في نفسنا دي، ليها اضرار ولا هتوصلني للنتيجه فمفيش مشكله؟ هي كلها حاجات ما لهاش اسس علميه اصلا، اللي هو الالم عامل زي المانيكير والحاجات دي. لا، ما لون بس كده، لون كده وبيبوظي برضو مين الاسنان، لان الاسنان اصلا فيها مسامية. اوكي. فانت كده قفلت المسام. قفلت المسام، يعني انا ضريت نفسي عشان بحاول اعمل حاجه تجميليه. لا، الحاجات دي كلها ما بنعترفش بيها خالص بقى. طيب موضوع حشوات التجميليه دي يا دكتور، في ناس كتيره بتسمع الترمينولوجيز دي او المصطلحات دي ما تعرفش يعني ايه الحشوات وامتى هستخدمها. كلمينا على البوينت دي. الحشوات التجميليه يعني حشوه لونها ابيض. طبعا تمام. الحشوه لونها مش ابيض، يعني حشوه لون الاسنان. تمام. عشان كده بتسمى تجميليه، لان احنا عندنا حشوه من اللي هي بلاتينيه اللي هي بتبقى من الزئبق والسيلفر والحاجات دي. أوكي. وحشوه اللي هي التجميليه اللي هي بتبقى الكومبوزيت. دي بتبقى طبعا عندنا درجات بتبقى مناسب، بنختار درجه لون الاسنان بالضبط. عشان كده بتبقى حشوات تجميليه. بس طبعا الحشوات التجميليه دي اللايف تايم بتاعتها حوالي 7 سنين، بعد كده بتضطري تتغير. أوكي. لانها بتتصبغ. طب امتى بلجا لها؟ لما يكون في تسوس او تصبغ عميق في الاسنان الاماميه. تسوسات، معظم التسوسات اللي هي في السطح الامامي من الاسنان. طبعا مش هنحط حشوه بلاتينيه، وبنحط الحشوه الابيض. ايه بقى الحشو البلاتيني ده اللي احنا كنا بنستخدمه زمان؟ اللي هو الامالجم. اسمه امالجم، الاسم العلمي له امالجم. بص، هو الحشو البلاتيني ده ميزته ان هو ما بيعملش اي اريتيشن، يعني بيتحط ما أوكي. بيعملش، بس هو في نسبه زئبق بعد كده اثبتت الدراسات ان ممكن يبقى كارسينوجينيك وكده. بس هو نسبه ضئيله جدا جدا فلا تذكر. يعني هو عيبه برضو من عيوبه ان هو لونه فضي بس، هي دي المشكله كلها. وموضوع الزئبق اللي احنا قلنا عليه اللي هو ممكن اون ذا لونج ران يعمل لنا مشاكل. مزبوط. طيب في ناس كتير دلوقتي يا دكتور بتقول ايه، لو انا عندي مثلا بنت او ابن 15 سنه 16 سنه وانا عارفه ان هو عنده مشاكل في اسنانه، هل ده سن مناسب ان انا ممكن اعمل حاجه من الحاجات التجميليه اللي احنا بنتكلم عليها دي، ولا لا لازم يستنوا لسن معين وهم يختاروا براحتهم؟ لو في مشاكل لازم، لو يعني لو سن مفقود امامي همشي ابني وهو سنه مفقود امامي، لا لازم اعمله حتى لو حل مؤقت. يعني في حاجه اسمها الميريلاند بريدج. ايه دي بقى الميريلاند بريدج؟ لما يكون في سن امامي مفقود وانا مش عايزه اعمل بريدج، لا انا عايزه مثلا اعمل بعد كده امبلانت. اوكي. فبعمل زي تركيبه اسمها تركيبه مجنحه، بتبقى تركيبه كده زي كراون وليه زي جناحين كده بيتلزقوا على سطح السن من الخلف. دي بتبقى زي مؤقته.
لان لحد ما يكبر مثلا ونتجه للعلاج الافضل اللي هو الامبلانت عشان ما نضرش بقيه الاسنان. بس طبعا يعني لو في سن مفقود امامي ما افضل ان احنا نعالج الفراغ حتى لو علاج مؤقت. أوكي. لانه له اضراره اكتر من فوائده، يعني سواء كانت اضرار نفسيه او اضرار وظيفيه. اضرار نفسيه؟ ايوه طبعا، سن مفقود امامي لطفل عنده 13 او 14 سنه اكيد هيتضايق نفسيا ان هو ماشي بسن مفقود، يعني عشان التعليقات السخيفه برده، عشان الناس ما تسكتش يعني برده هيقولوا له صحابه. وكمان اصلا في اضرار تانية ان السنان اللي حوالين الفراغ ممكن تميل تقفل الفراغ. أوكي. فكده نضطر نعمل تقويم، فهو افضل حل لازم نقفل الفراغ سواء بحل مؤقت او بحل دائم. طب هي الاسنان ممكن تتحرك عشان انا عندي فراغ وكله مش جنب بعض، ولا هي أيوة السنه بتصدر؟ لو في فراغ الاسنان بتتحرك بتميل ناحيه الفراغ. اوكي. حتى الاسنان اللي قصاد الفراغ من الفك السفلي بتطلع، يعني بتفضل تطلع لحد ما تقع. تمام. يعني الفراغ لازم يتقفل سواء كان بحل مؤقت او حل دائم. طيب البنات، في بنات كتيره بتقول مثلا عندها مشكله ان في سنه على سنه، وبتقول انا مش عارفه هو المفروض ده لازم اعمل حاجه يعني، ولا اخليه كده، ولا دي سنه زياده، ولا اعمل فيها ايه؟ حل المشكله دي من جذورها ايه يا دكتور؟ سنه على سنه يعني هي مثلا عندها سنه مثلاً، وفي سنه تانية بيتكلموا دايما في العشرينات. لا دي ممكن تقويم، افضل حاجه لما يكون في كراودنج الاسنان متداخله على بعض تقويم. تمام. في ناس بتلجا بقى للومينير والفينير، بس طبعا هتنحتف الاسنان، فهو اول حاجه ممكن تعملي تقويم. وبعد كده لو انت عايزه تعملي تبييض للاسنان تعملي اللومينير، لكن تبتدي باللومينير ده يعني بلاش ناخد ان دي حل خاطئ يعني. طيب في ناس بقى بيبقى عندها كونسيرنز كده وعندها مشاكل نفسيه مع اي حاجه جديده، يعني هما شايفين ان انا عايز اخد الستيب بتاعت الفينير دي او اللومينير، وعايز البرفكت سمايل دي والابتسامه المثاليه، بس انا خايف ان هو شكله بيبقى عامل زي الضب شويه، هو ليه قابب عن الاسنان شويه، هو ليه شكله عامل كده؟ اكيد برضو مش هيبقى نفس شكل او الويدث او اللينث بتاع السنه الطبيعيه، اكيد مخارج الحروف مش هتبقى هي هي، افرض انا ما اتعودتش عليها. كل دي مخاوف بتيجي في ذهن اي حد عايز ياخد ستاب من الستابس دي، نقول لهم ايه؟ بصي، هو فعلا هتغير في مخارج الحروف لو ما فيش نحت في الاسنان، يعني لو انت اسنانك اتش تو اتش يعني هي كده. اوكي. وانا جيت حطيت له منير هتبقى كده. يعني لو ما نحتش. لو ما نحتش. اوكي. لو انت اسنانك فيها بروز هحط له منير فوق البروز، ما حتى لو 2 من 10 او 3 من 10 مللي ما هتسبب لنا بروز في الاسنان. تمام. يعني هو الاسنان الايديال ان انا ما نحتش خالص لما تكون الاسنان داخله لجوه صغيره في فراغات، وانت عايزه تكبري حجم الاسنان. أوكي. لكن تصغري حجم الاسنان لازم ننحت في الاسنان. لازم ننحت علشان نعرف نظبط الشكل، وعلشان نعرف نظبط الوظيفه الفانكشن بتاعها الاساسي. طيب الكيس اللي معانا دي يعني اعتقد ان هي واخده باكج مشاكل، كلمينا عنها بقى شويه. دي كانت تسبغات عميقه، علشان هم عندهم عادات، هم تقريبا دي مريضه من اليمن. اوكي. هي عندها بقع بني على اسنانها. بتيجي من ايه بقى؟ دي تسبغات، يعني دي مش تسوسات، دي تسبغات عميقه في الاسنان، فعملنا لها ده فينير. أوكي. يعني مفيش كراون خالص. يعني انا عملت نحت خفيف للاسنان وبعد كده حطيت فينير. طبعا ما ينفعش لومينير لانها هتشف تسبغات. تمام. ونظفت الاسنان تماما، وشوفي لو هتلاقي في بروز، يعني في سن فوق سن. بالظبط. عشان كده احنا نحتنا في الاسنان عشان تبقى كده كلها مرصوصه. طب المشكله بقى يا دكتور نيم، لو المشكله اللي انا بواجهها في اسناني جيناتيك، حاجه وراثيه في العيله كلها عندنا مشاكل في الاسنان في حاجه معينه، اهي ده هنعالجها بقى ازاي؟ فينير. بص، هو الفينير اصلا هم عملوا اللامينيت فينير. ده حل كل حاجه. اللامينيت فينير ليه؟ للتسبغات اللي هي الوراثيه، مش واحده مثلا سنانها عاديه وعايزه تبيض سنانها، مجرد انها شافت مثلا الفنانين او كده عايزه لون ابيض زي الفنانين. لا. هو اللامينيت فينير عملوه علشان التسبغات الوراثيه اللي هي زي دي تسبغات تعتبر وراثيه. اوكي. فدي الحاله الايديال ان انا اعمل فيها اللامينيت فينير او اعمل لها كراون. طب ايه المشاكل الثانيه الوراثيه اللي ممكن نستخدم معاها الفينير او اللومينير؟ برضه هو التسبغات. هي التسبغات الاولانيه، اول حاجه هي التسبغات. بعد كده اي مشاكل وراثيه بقى تانية، فقدان اسنان كده بتعتبر، ممكن دخلنا بقى في الكراون والبريدج اوكي. طيب لون اللثه يا دكتور، في بنات كتيره جدا بتقول انا شكل ابتسامتي بيرفكت، بس انا لون اللثه بتاعي غامق، انا مش عارفه انا بعمل ايه علشان يبقى شكلها عامل كده. دي برضو تندرج تحت حاجه وراثيه، ولا دي من اللايف ستايل بتاعنا؟ الاثنين، ممكن حاجه وراثيه وممكن لايف ستايل. لايف ستايل زي الهيفي سموكرز هتلاقيه فيهم برضو تسبغات شديده في اللثه. أوكي. او ان هي لثتها، لان هي بشرتها مثلا البشره الداكنه دي ساعات بتبقى اللثه بتاعتهم برضو داكنه. اوكي. دي بنعالجها يا اما بنعمل تقشير للثه بالليزر او تقشير يدوي. دي الستبس اللي ممكن نعملها معاهم. الحديث بقية إن شاء الله، وأنا بشكرك وأنت نورتيني النهاردة. بشكرك شكرا جزيلا. بشكر دكتور رنيم حداد، خبيرة تجميل الفم والأسنان، الزمالة الإيطالية في تجميل الأسنان، حاصلة على البورد الألماني لزراعة الأسنان، عضو الجمعية الألمانية لزراعة الأسنان، وعضو الجمعية السعودية لجراحة الوجه والفكين. بشكرك شكرا جزيلا دكتور رنيم، نورتيني.
مشاهدينا بكده تكون خلصت فقرتنا، اشوفكم على خير ان شاء الله في رعاية الله.